بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات الكويسة في أوتوكاد 2018 والتحسينات في امبورت للبي دي اف. فمثلا من انسيرت اقول له بي دي اف امبورت، بلا هنا القائمة العادية اللي هي بختار بي دي اف ولا دي جي ان ولا اف بي اكس ولا امبورت. اقول له بي دي اف، هختار الملف، اقول له اوكي. بيبدأ يديني بعض الاختيارات الكويسة اللي تساعدني اشوف انا محتاج ان انا مثلا هل امبورت للسوليد ولا لا، امبورت للترو تايب تكست ولا لا، راستر ايمج عايز ادخلها معاك ولا لا، اليونت ايه هي، كونفرت سوليد فيلس تو هاتش. لو عندي اكتر من صفحه في الملف بيجيبهم لي بحيث ابدا اختار منهم واختار ايه اللي يدخل معايا. تمام، اقول له دلوقتي اوكي عشان يبدا الملف البي دي اف يتحول. بيتحول لاوتوكاد زي ما انت شايف. تمام، هو بيدخل بطريقة أقوى وأحسن من الإصدارات اللي قبل كده.